يد على أمه وأخته، وهذا الشيء شفته قدامي. تجينا حالات أسوأ من كذا. عموما أنت تشكر على بلاغك، والموضوع الآن عندنا وحنا اللي بنتصرف. الله يعطيكم العافية، عساكم على القوة. رجعني بالأغراض مثل ما هي يا حمار. ما أقدر أصرفها، خلني أروح وبجيب لك فلوس اللي أخذتها منك بعدين. تعرف خابي خابي بطلق بطلق النحشة، سيارة الحكومة موجهة هنا. أقول لازم أغير البيت، الحكومة دلته. طيب نزل هنا، نزل هنا وأدبر نفسي. وين أنزلك؟ هنا. لا يا أخوي بروح معك. تروح معي وين؟ بيتكم. تبيني أنام في الشارع يا حمار؟ ومن غير فضل ولا منة علي ولا كلمة. طيب بسرعة الحكومة ورانا. أقل اسكت. هذا جايب معاه واحد شبهة شكله يخوف، بيدخل علينا. لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا ما يستعى على وجهه. أقول قفل الباب زين وأنا بروح أتفهم معه. لا 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 تكفين، اقعدي، ما نبي مشاكل معه. لا تخافين يا مي، لا تخافين، وأنا أمك، تبين نفسك أنت بس. ألا يا وقت وين اللي على بالي يجي ويروح. أقول لك تبي حق راسك ولسنة قدام. يا والله تفهم قطعي، زوجني أختك اللي شفتها برا، وأبشر بوالله اللي سنعك بكل شيء. قوم أنت وياه واطلعوا برا. أنتوا ما تخافون الله؟ أنت ما تستاهل على دمك؟ ما عندك نخوة ولا رجولة؟ مدخل رجال غريب على عقلك. الرجال هذا بنوم عندي الليلة غصبا عن اللي يرضى واللي ما يرضى. تقلعي، ما باقي لها السرابيت تسكنون ببيتي. أقول يا نواف طلع برا. الرجال هذا اللي مو بعجبك يصير زوج بنتك، زين؟ احترميه واحترميني، فاهمه؟ كفو يا النسيب، فككوها. هدي يا مي، وراس كذا عدلة. أقول لس مسكتهم قربت. أنت بس انتبهي للوالدة وانتبهي لنفسك، خلي الموضوع علي. يلا مع السلامة. موجودين؟ إيه. ادخلي الموقع محاصر ترى، ما في داعي للمقاومة. أقول ابعدوا ولا فجرت راسه. نزل السلاح وتفاهم. نزل سلاحك، نزل سلاحك، تركه ولا يا.